أسبابها الذهبية التي تعانق السماء لن تجد الكاتدرائية الأرثوذكسية الروسية لها موطناً غير موسكو أو سانت بطرسبورغ. ومع ذلك إن ألقيت نظرة إلى كل ما هو بجوارها تشعر وكأنك فعلاً في باريس. شرعت الكاتدرائية أبوابها قبل بضع سنوات، إلا أن العلاقات الثقافية بين روسيا وفرنسا تمتد إلى أكثر من قرن. في أعقاب الثورة الروسية هاجر أكثر من مليون روسي، وكان عليهم ترك بصماتهم في الفنون والعلوم والحياة العامة في البلدان التي حطوا رحالهم بها. حوالي 50,000 روسي عرفوا باسم المهاجرين البيض استقروا في فرنسا. كان الروائي والشاعر إيفان بونين الذي يعد الوريث الأدبي لتولستوي وتشيكوف ممن غادروا البلاد خلال الموجة الأولى من الهجرة. أنا فرح لنفسي وقبل كل شيء للأدب الروسي. المقاهي مثل لاكوبان هنا في باريس كانت في قلب الحياة الفكرية والفنية في عشرينيات والثلاثينيات القرن الماضي. كان يأتي إيفان بونين إلى هنا للكتابة والالتقاء بالمهاجرين الآخرين من الروس. لقد رتبت للقاء أنا لاشنوكوفا فوسكولو، أستاذة مشاركة في الأدب الروسي. في إحدى رواياته تحمل عنوان في باريس يذكر هذا المقهى لاكوبول، وهنا يقضي اثنان من أبطاله أمسية رومانسية. نحن نعلم جيداً أن الكتاب الروس الذين سبقوا بونين مثل تولستوي ودوستويفسكي كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة في فرنسا والخارج. هذه الجائزة كانت بمثابة دفعة لإعادة الحياة للأدب الروسي والاعتراف به في الخارج. أعتقد أن كتابات إيفان بونين اكتسبت شيئا مغايرا خلال السنوات التي قضاها في فرنسا، وهنا تكمن أهمية الحنين إلى الماضي في كتاباته وأهمية الموضوعات الروسية. شخصية بارزة أخرى كانت من بين المنفيين الروس سيرجي دياجيليف، الذي أنشأ فرقة الباليه الروسية الأسطورية وأحدثت ضجة عالمية في باريس والعالم أجمع. تقنية راقصيه المذهلة وتعاونه مع فنانين مثل بيكاسو وكوكو تشانيل وسترافينسكي لا تزال مؤثرة حتى يومنا هذا. في مسرح شايو في وسط باريس يستعدون لإنتاج نيجينيسكا المرأة، وقد سمح لي بحضور التمرينات. هذا العمل المعاصر يشيد بنيجينيسكا الراقصة ومصممة الرقصات في فرقة الباليه الروسية. ابتكرت فرقة الباليه الروسية أسلوباً جديداً من الرقصات الحيوية التي بدلت وبشكل جذري طريقة ضبط الراقصين لأنفسهم، النشاط وطريقة تموضعهم وقوة كل حركة. أسلوب جديد للغاية، وهو شيء يحظى باهتمام واسع لدى مصممي الرقصات اليوم. الأمر المذهل أن سيرجي دياجليف وصل مع كل شركة الرقص الشهيرة هذه وخلق عروضاً جديدة وغير مسبوقة تجعل الجمهور يرى العالم بطريقة مختلفة. اليوم يحمل الفنانون الروس هذا التراث القيم. إنه لأمر رائع أن يتعرف الناس على الثقافة الروسية من خلال الأمثلة الحديثة والديناميكية، وليس فقط من خلال الأمثلة الكلاسيكية. الثقافة دائماً هي الحوار وتبادل الأفكار والقيم. أرى هدف روسو ترادنيشيسفو باعتبارها مؤسسة للتواصل والتسهيل. مقيم في موسكو يوري باشميت هو قائد وعازف كمان، يلعب الموسيقى في حفلات تقام حول العالم. ما هو تأثير الموسيقيين والملحنين الروس؟ أعتقد أنه تأثير ضخم. ما يتلقاه الغرب من روسيا هو طاقة شابة لا تصدق. نحن أمة ناشئة، نحن الروس نقدم أرواحنا ونشجع بقية العالم على القيام بشيء نفسه. منذ 100 عام ويستمر الفنانون الروس بنقل ثقافة وطنهم الغنية إلى الجماهير العالمية.